Selam şabab, كمل معكم بهذا الفيديو. إذا تريد تأمن خدمة من الخدمات مثلا الـ SSH أو الومبوس أو الـ WWW اللي هي الويب، تقدر خاصية أخرى غير تغيير البورت وغير أن تعملها disable. مثلا تريد تبقي الويب مفتوح لكن تريد تحدده إنه فقط الناس اللي ضمن رينج 192.168.242 صفر على 24، أي واحد يبدي الـ IP مالته 192.168.242 بهاي الثلاث خانات يبدي، ممكن يدخل المايكروتيك عن طريق خدمة الويبفيج. نجي على مالتنا الكمبيوتر، نجي نشيك أول شي شنو الـ IP اللي ماخذته الكمبيوتر مالتنا. IP او if config، شوف الـ IP احنا مكنكين برود باند، حاليا ماخذين احنا من رينج 10.11.12، يعني غير الرينج 192 اللي ماخذين. من اختلاف الرينج راح تقدر شو تسوي، تفتح المتصفح، هذا يوزر من يوزريتك مكنك برود باند ويريد مثلا يحاول يتفيك يدخل 242.11، يحاول يدخل عليه يشوف حاليا connection was rest. مثلا انت تجي تسوي بينج على 192.168.242.11، راح تشوفه هو بينج ابو ممكن تبني عليه، لكن تجي تدخل على الويب فيج ما يقدر يدخل على الويب فيج. السبب انه انت حددت اللي ضمن الشبكة مال أدمينية، مثلا قسم الـ IT ماخذ عندك بالشركة ماخذ هذا الرينج، بس قسم الـ IT لازم انت تحدد بس قسم الـ IT ماخذين هذا الرينج، فبأن بما انهم ماخذين من هذا الرينج بس هم يقدرون يدخلون. مجرد انه انت تلغي هذا الرينج وتخليه بدون تحديد، راح اي شخص يقدر ما دام عنده بينج يدخل على الراوتر مايكروتيك يشوف انفتح. فانت بهاي الطريقة تقدر تأمن الشبكة مالتك، اذا كان مثلا هذا عندنا قسم الاي تي ماخذين مثلا من رينج 142، فاحنا نجي شو نسوي على مود نأمن الشبكة مالتهم، نجي نحط هنا نحط الرينج، نحط الرينج هنا اللي هو 242، ونقدر نحطه ايضا بالخانة الوين بوكس. هم اللي يريد يحاول يدخل الوين بوكس لازم اللي يكون من هذا الرينج. وبهذا قدرت تتأمن الشبكة مالتك، مع مراعاة انه انت الشبكة مالتك لازم تكون ماخذة من هذا الرينج، وإلا بعد أنت ما تقدر تدخل له. وإذا تريد أكثر من رينج يدخل للون بوكس، ممكن تدوس على السهم اللي جوا وتضيف مثلا الرينج اللي يبدي 10.10.10.0/24، هم يقدر يدخل. هذا لا على تعيين فتة من عندي، بس المهم على مود تعرف إنك تقدر تضيف إيش قد شبكات أنت تريدها تخولها بالدخول، وعدا هذني الشبكات اللي أنت خولتها للدخول باستخدام الوين بوكس ما راح يقدر يدخل. فلازم تكون طبعا حذر انه انت تحديد الرينجات، لانه اذا حددت الرينج غلط يعني قد يكون صعوبة في الدخول. بعض الاخطاء يعني هسه اوضحها في سيناريو من السيناريوهات، انه ما تقدر انت نفسك ترجع تدخل على المايكروتيك. بما انه احنا هنا سيموليشن امور سهله، ممكن راسا دبل كليك عليها وندخل تضمنت، لكن بالعالم الحقيقي يكون الامر شويه بصعوبه. راح نوضحها ان شاء الله في فيديوهات قادمه. ان شاء الله مكملين معكم، اي استفسار او ملاحظه ممكن تدزولنا مسج على الفيسبوك ان شاء الله نجاوب عليها. اي ملاحظات على الشرح ان شاء الله همنا نستقبلها على مود نحسن او نعرف شنو الشيء اللي مو واضح او الاخطاء اللي دنقع بها. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم.